مشروع الائتلاف المناصفة دابا بدأ في 2017 بسؤال هو لماذا بعد المصادقة على الدستور سنة 2011 في 2016 كانت هناك انتخابات ومع ذلك ما كانش واحد تغيير واحد تطور كبير في المشاركة وحضور المرأة على المستوى السياسي والمؤسساتي. هادشي اللي جعلنا نقولوا أن من الضروري أننا نفعلوا الفصل 19 من الدستور أي المناصفة والمساواة، وهذا الشيء اللي جعلنا فعلا ندخلوا أولا في واحد تجربة مع 75 شخصية فيها نقابات وأحزاب سياسية ومنظمات نسائية، جامعيين، رجال ونساء الإعلام إلى آخره، ودخلنا بعريضة حول تفعيل الفصل 19 من الدستور التي صادق عليها مجلس النواب، وهذا اللي عطانا أيضا الفكرة أننا نألف كتاب أبيض فيه جزئين. الجزء الأول يتعلق بالمناصفة في الجانب المؤسساتي والسياسي، والفصل الثاني الجزء الثاني هو متعلق بالمرأة والمناصفة في العمل في الشغل في على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي والبيئي. بالنسبة لنا في الحقيقة إلا بغينا نفعلوا الفصل 19 من الضروري أنه يكون عن طريق قانون إطار اللي يمكن له ينظم تفعيل الفصل 19 من الدستور، واللي يمكن له يجعل أنه يكون مسح لجميع القوانين لإدخال الصيغة والمبدأ ديال المناصفة في عدة قوانين: قانون الشغل، القانون الجنائي، القانون المتعلق بالانتخابات وبالتمثيلية ديال النساء، القوانين اللي متعلقة بالمؤسسات الدستورية. فاعتبرنا أن من الضروري أنه يكون واحد المسح لجميع القوانين، وهذا المسح كنجبروه في هذا الكتاب الأبيض الجزء الأول والجزء الثاني، كيعطي مقترحات في هذا المجال.